جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، موضع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ يغدو يعني يذهب مبكرا، الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر إلى بطحان، وادي من أودية المدينة، أو إلى العقيق أيضا وادي من أودية المدينة، فيأتي منه بناقتين، وأفضل أموال العرب هي الإبل، أفضل أموال العرب وأشرفها وأغلاها الإبل، فيأتي بناقتين كوماوين يعني عظيمتين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني كما يقول العامة حلال زلال، طبعا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء، ففقير تقول له تذهب وتأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير تعب ومن غير إثم ومن غير قطيعة رحم؟ قال: فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، ومن الذي لا يحب؟ قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، آيتين خير له من ناقتين؟ الله أكبر، الآية الواحدة خير للمسلم من أن يشتغل بالدنيا فيكسب ناقة، والناقة في ذلك الوقت هي أعظم المال، وأن يقرأ آيتين خير له من أن يكسب ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم في الصحيح. يا إخوة، عندنا إهمال كثير. لو أن الإنسان إذا أذن المؤذن ترك كل شيء، كما كان السلف يعملون، روي عن بعض السلف أنه إذا رفع المطرقة، حداد إذا رفع المطرقة فقال المؤذن الله أكبر، ما ينزلها، يرميها من يده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا أذن كأنه لا يعرفهم. لو أن الواحد منا إذا أذن توضأ وأحسن الوضوء وغدا إلى المسجد، صلى ركعتين ثم فتح المصحف، كم آية سيقرأ؟ خير له من أن يشتغل بالدنيا ويحصل الأموال العظيمة. والله يا إخوة، الأغنياء حقا هم أهل القرآن.